بدعم القضية الفلسطينية وبدعم قرارات السيد الرئيس الداخلية والخارجية نظرا للظروف اللي بتحصل الفترة ديت على المحك الداخلي او الخارجي. انا كمواطن سكندري وباسم شباب اسكندريه انا بدعم فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وبقول له كمل يا ريس احنا معاك. بدعم الدوله المصريه وبدعم قرارات الدوله المصريه، بدعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قرار بياخده. انا طبعا بدعم الدوله والهيئه السياسيه في الدوله على موضوع كل حاجة في موضوع فلسطين وغزة. بدعم الدولة المصرية وبدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأحداث الجارية والتطورات اللي بتشهدها القضية الفلسطينية. طبعا جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل شغل جميل جدا جدا مع القضية الفلسطينية. مع سيادة الرئيس ان هو واقف جنبكم ومش هنسيبكم ان شاء الله، لا شعب ولا حكومة ولا أي حد، لأن انتوا اخواتنا واحنا قضية واحدة. واحنا الرئيس بتاعنا واقف جنبهم وفتح المعبر لهم وبيطلع كل المساعدات بتاعت مصر وبتاعت دول العالم كلها بتخش من المعبر بتاع مصر. بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات المصرية من أجل الأمن القومي للبلاد. بندعم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبندعم قيادات الجيش والشرطة ومؤيدين ولله الحمد، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع بإذن الله. والله إحنا دايما يعني بندعم سيادة الرئيس في بالذات في القضية الفلسطينية يعني، ومصر معروفة طبعا مواقفها من زمان يعني. بإذن الله قراره قرارات صح بيعملها بإذن الله، وربنا ينصره وربنا معاه ونوقف معاه إن شاء الله بإذن الله، وقراراته بإذن الله هيكون بإذن الله صحيحة بإذن الله. بندعم الدولة بكل قراراتها بخصوص فلسطين، وطول عمر مصر هي اللي مع المصريين، يعني طول عمرها مؤيدة للقضية وهي اللي شايلة القضية على كتفها.